أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن الحقائق الموثقة بشأن اقتراب طائرات حربية قطرية إلى مسافة قريبة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين تؤكد أن هذا التصرف غير مسؤول وغير مبرر من قبل دولة قطر. وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي مع قناة دبي أن مثل هذه الممارسات تعد مخالفة للقوانين المرعية لما تنطوي عليه من تهديد لسلامة الحركة الجوية في المنطقة. طبعا أحب أكد أن مملكة البحرين وشؤون الطيران المدني لوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين يدير إقليم المعلومات الطيران بالبحرين من عشرات السنين، وهذا الإقليم يشمل مساحات كبيرة من المياه الدولية في الخليج العربي، وكل هذا بتكليف من المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي. وهذا إقليم مهم، والحمد لله بشهرة الجميع البحرين ديرت كفاءة عالية. طبعا هناك حقائق واضحة للجميع وموثقة تبين في الرادار، أن للأسف أن اللي صار أمس هو تصرف غير مسؤول وغير مبرر من جانب القطري، خروج مقاتلات قطرية في طريق الطائرات الإماراتية سواء كانت طائرة الاتحاد أو طائرة طيران الإمارات، واقتربت منهم مسافة جدا يعني خطرة على حياة المسافرين وطاقم الطائرة. نعم. وهذا التصرف يعني غير مقبول، الأمر اللي أدى إلى ترخل مراقبي الحركة الجوية في مملكة البحرين لاتخاذ اللازم لحماية حياة المسافرين وأيضا تأكد من سلامة الحركة الجوية في المنطقة. طبعا احنا نعتمد على حقائق، احنا ناس فنيين، المعلومات موثقة، ما أعتقد أن أي خبير أو مختص في هذا المجال يقدر يفسر اللي بين أمس وبيناه احنا في راداراتنا بأي طريقة أخرى. كما أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن الجهات المعنية في مملكة البحرين تواصلت مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني لبيان مدى المخالفات للقواعد والأنظمة التي ارتكبتها دولة قطر من خلال معلومات دقيقة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة. طبعا احنا أهم شيء احنا نقوم بالاتصال واتصالنا بالمنظمة الدولية للطيران المدني وأيضا بالأخوان الأشقاء في دولة الإمارات العربية الشقيقة، نتأكد أن نوقف هذه الممارسات وهذه الواقعة الخطيرة، لأن نتكلم عن حياة ناس، نتكلم عن أنظمة وقواعد دولية لا يمكن مخالفتها. هذه طائرة مدنية مجدولة معروفة للجميع، تم إطلاع معلومات للجميع من فترات طويلة وتكررها يوميا. فانها مو بانها هي طائره عارضه او طائره لم تكن مجدوله، فلا بد ان نتخذ اجراءات ضروريه لتفادي ان تتم هذه الامور مره ثانيه. طبعا مملكه البحرين مكلفه من قبل منظمه الطيران المدني باداره اقليم معلومات طيران البحرين، واللي يشمل مثل ما قلت مساحات كبيره في الخليج العربي مياه دوليه. لا بد احنا ان نوفر جميع المعلومات، والمعلومات واضحه وموثقه، وما اعتقد ان اي احد يعني يقدر يشكك في ان هناك مقاتلات قطريه خرجت في طريق في مسار الطائرات الاماراتيه واحترقتها، وهذا امر جدا خطير وينافي جميع القواعد والانظمه مثل ما قلنا، ولا بد من المنظمه ان تتخذ الاجراءات الضروريه. طبعا احنا ما نبي نستبق الاجراءات وما نبي نستبق النتائج، ولكن نعتقد ان منظمه دوليه مثل منظمه الاكاو راح تجتمع باسرع وقت ممكن لتفادي مثل هذه الاجراءات. هذه الاجراءات تكررت في اماكن اخرى ايضا تاثر في الحركه الجويه العالميه، نتكلم عن اقليم جدا مزدحم وجدا مهم، احنا نتعامل يوميا مع الاف سنويا مع مئات الالاف من الرحلات، وما اعتقد احد يبي يعني مثل هذه التصرفات تكرر، لابد من وقفها باسرع وقت. واعتقد البحرين بغض النظر عن علاقاتنا الاخويه ويعني اللي ما اعتقد انه نحتاج نعرف نتكلم عنها بين البحرين والامارات على مستوى القياده والشعب، ولكن نتكلم عن امور فنيه واضحه موثقه مسجله، لابد من اخذ يعني جدي وتطرق لها على مستوى عالمي ان احنا نتحاشاها ان شاء الله.